هو ايه موضوع الارقام اللي بسمعه من الصبح ده؟ كود بنديه للاماكن اللي بنعدي عليها، خاص بينا سيادة. الو، الشريف باشا بيسأل سعادتك إذا كنت طلبت يعني بالتليفون لرجلي. إيه؟ إذا كنت طلبت بالتليفون لرجلي. أنت بتقول إيه؟ أشرح لك. في واحد جه وراكب لمؤاخذة موتوسيكل وجايب معاه أكل لمؤاخذة وبيسأل لمؤاخذة على سعادتك. فالشريف باشا قال لي لو سمحت يا عاطف روح اجري اسأل أنسة نورهان إذا كانت طلبت بالتليفون لرجلي. دليفري. مظبوط. بس أنا شاكك إنه عيل من بتوع توصيل الطلبات للمنازل. شاكك؟ طيب انا هجيب فلوس ونازله. اتفضل. ومال بطاقتك متبهدله كده؟ ما تتبهدلش ليه يا باشا؟ اذا كنت انا نفسي متبهدل انت هتهرج يالا ولا ايه؟ هرج ايه بس يا سعاده الباشا؟ انا بفضفض. خلاص يا فتحي بيه، خلاص نهرج يا شيف باشا. ما تقصدش. قول لي بقى يا شبان احمد بدر، ده بقى الاكل تاني يا باشا؟ والله العظيم ده الاكل، والله ان شاء الله اطفحه. وده اكل بقى ده ولا قنابل؟ امور سعادتك. انت هتهرج تاني ولا ايه؟ قنابل ايه بس يا سعاده الباشا؟ جرايه بهوات. هو العنوان ده فين؟ في العراق؟ لا في مصر فعلا. والكلاب اللي بره دي كانت هتقطع الاكياس اللي معاك، يبقى اكيد بقى فيها قنابل. دي فراخ ودول كلاب، يبقى لازم الكلاب تهوهو على الفراخ. انا لا اعرف يا باشا، كنت جبت لكم خاص. شريف باشا، الانسه نورهان يا فندم. ماشي. قلت لي بقى ده الاكل تاني يا باشا. في ايه؟ هو انت سيادتك طلبتي دليفري؟ الفراخ سعادتك. طب مش كنت تبلغيني يا فندم؟ ما هو انا ما يجراش حاجه. خد يا شباب روح. روح؟ طب الحساب سعادتك وامشي على طول. لا امشي وخد الحاجه معاك. ما ينفعش يا باشا، بما ان الاوردر انضرب يبقى لازم الحساب يندفع. انا طالبه الاكل ده فعلا. طبعا اذنك. بص يا خدامك شباب. شبانه. بص يا شباب، لو خدت الاكل ده الكلاب، شايف الكلاب اللي هناك دي؟ هي اللي هتاكله. تعرف بقى تحاسب الكلاب؟ يا سبحان الله يا باشا. الاوردر ده اكيد مش في المكان ده خالص. انا خدت عنوان الفيلا دي غلط. استاذن يا باشا. جدع يا شباب. ده الغدا بتاعي. سلام يا مدام. انت ازاي تسمع؟ لو سمحت لو سمحت، الغدا بتاع سيادتك بيجهز جوه، انت مش محتاجه دليفري. اتفضلي. نعم اتفضلي. اخرش يا عاطف. انا طلبت عاطف بالاسم في العمليه دي، وكان بيشتغل مساعد طباخ على مركب سياحي من بتوع النيل. شكرا عاطف. لاني لما قريت الفايل بتاعك لقيت ان معظم اكلك من بره البيت، من ضمن عمليه تامينك تامين اكلك. انا ما اضمنش الاكل اللي من بره ده يبقى فيه ايه. اتفضلي حضرتك كوريا. اتفضلي اتفضلي. بعد كده ممكن تدي عاطف فلوس وتطلبي مني اللي انت عايزاه. هو هنا عشان كده. هو ما تحاسبيهوش على غدا النهارده، انا اللي عازمك. يا حبيبتي. تمر بحاجة تانية يا فندم؟ ميرسي. معلش اتأخرت عليك. هنا اهو. صباح الخير. صباح النور. أنسة نور. يا فندم. سيادتك كنت فين؟ في الشارع. في الشارع؟ بتعملي إيه يعني؟ بجري. من امتى الكلام ده؟ 7 الصبح. وازاي تخرجي من غير ما تقولي لنا؟ عادي. عادي؟ عادي ازاي؟ وبعدين ما انا مزروع هنا من 6 الصبح، ما شفتكيش ليه؟ لا ما انا خرجت من الباب اللي ورا. الباب اللي ورا؟ يا عاطف. تمام يا فندم. قوم رمى شوف الباب اللي ورا ده مين اللي واقف عليه؟ يلا. حاضر. سيادتك ليه ما قلتليش على موضوع الجري ده من الاول؟ اولا انا ما بجريش كل يوم، ثانيا هو ايه اللي حصل يعني لكل ده؟ اللي حصل ان احنا كان لازم نعرف سيادتك. لا انا حاسه ان الموضوع هيبقى تحديد اقامه مش حراسه، انا مستحيل اتحرك بالطريقه اللي بتطلبها مني دي. يا نسى نورهان، شريف متضايق عشان مصلحتك. مصلحتي انا عارفاها كويس، بس الكابتن مش واخد باله انه بيأيد حريتي، ودي حاجه مستحيل اسمح بيها. تمام سعادتك. انت واقف على الباب ده خدمه ولا جايبينك نفسحك؟ خدمه سعادتك. امال واقف بتتقطع حاجه ولا مسطول؟ خرجت ازاي وانت واقف؟ فهمني. بس لا ما هو ساعة ما انا خرجت هو ما كانش موجود. يعني كمان كنت سايب الخدمة؟ كنت في اي داهية؟ كنت في الحمام ساعتها. ومن امتى بتروح الحمام وانت في الخدمة؟ معلش سامحه علشان خاطري يا كابتن،
انا مش كابتن، مش كابتن، انا ضابط ودول عساكر، واحنا هنا عشان نأمنك بجد، مش بنهزر سيادتك. شريف من فضلك تفضلي سيادتك جوه، واي اوامر او مشاوير او جري بيبلغينا بيها سيادتك. طب انا عاوز اروح الملجأ دلوقتي. الملجأ ميعاده بالليل سيادتك مش دلوقتي. اتغير الميعاد، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع سيادتك، اجهزي واحنا جاهزين. تعالي لي فعلها. وانت؟ والله ما جايب لكم حاجه المره دي يا باشا، انا كنت ماشي في حالي. تعمل ايه هنا؟ بدلوا الارض على ارض يا باشا. طب يلا يلا اخلص. يلا حاضر. يلا انسي. حاضر. يلا احنا على فين يا باشا؟ دار رعايه الايتام. احفظ بقى، حد وثلاثة وخميس دار رعاية الأيتام من 6 لـ 9 زي السيما يعني عاطف. مظبوط سعادتك، زي السيما بالظبط. بس أنا شاكك إن النهاردة ميد نايت. انزل عاطف. معلش يا باشا، معلش يا باشا، بص قدامك عاطف. ماشي يا باشا. على فكرة بابا من مؤسسين الدار هنا، وعشان كده أنا في مجلس الإدارة، وهي الدار دي وبس. ده أسس أكتر من 7 مشاريع خيرية الله يرحمه، بس انا ما اقدرش على شغلهم كلهم يا طنط. كفايه عليكي هنا، الاطفال هنا بيحبوا نور وخصوصا فرح. كابتن بتكلمك. تمام يا فندم. طبعا طبعا سيادتك. انا سنور، الاوتوبيس جاهز بره. طب يلا خدي فرح وسبقيك. بعد اذنك بقى يا طنط. مع السلامه حبيبتي. باي باي. احنا رايحين على فين يا فندم بعد اذن سيادتك؟ عاملين رحله للاولاد. وفين الرحلة دي؟ الملاهي. ملاهي؟ ملاهي ايه؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أأمنك ازاي هناك؟ عادي. عادي ازاي؟ دي ملاهي، مولد يعني، أمنياً ما ينفعش. اصبر بس. اصبر ايه؟ الرحلة دي لازم تتلغي. تتلغي ازاي؟ الأولاد بقالهم شهر مستنيين الرحلة دي. وما قلتليش ليه على الرحلة دي من الأول؟ بتورطيني؟ مش متفقين تقولي على كل حاجة من الأول؟ سيادتك. خلاص بقى يلا. يلا ايه؟ مفيش يلا، الرحلة دي لازم تتلغي.